يذهبنا إلى غزة ويبحرنا إلى غزة لكسر الحصار. منذ يومين وصلت السفينة زيتونة إلى ميناء مسينة لتصل إلى محطتها الثالثة، والآن نعلن لكم أنه تم الإعلان عن وصول السفينة أمل 2 بعد أن كانت أمل 1 قد تعطلت في طريقها من ميناء برشلونة وهي المحطة الأولى إلى ميناء أجاكسيو. هنا الآن وصلت السفينة أمل أو القارب أمل ليلتحق بالقارب زيتونة للذهاب وفي ضمن قافلة كسر الحصار الرابعة. هذا هو القارب كما ترون، هو أصغر بقليل من السفينة زيتونة أو من القارب زيتونة، ولكن يبدو أنه بصحة جيدة كما يقولون، ويبدو أنه بحال جيدة. كانت السفينة أمل 1 قد تعطلت في الطريق من برشلونة، تعطلت في الطريق من ميناء برشلونة إلى ميناء أجاكسيو الفرنسي، وتم الإعلان عن أنه تجري مفاوضات كثيرة وتجري عملية شراء واحد أو قارب آخر من القوارب التي يمكنها المشاركة في هذه القافلة النسائية. وزيد، سلام عليكم أستاذنا. مبارك أنكم حصلتوا على فرصة شراء قارب أمل لي ينضم لقافلة كسر الحصار أو أسطول الحرية رقم 4. أي إمكانية أننا ندخل جوه؟ أولا قبل أن تدخلي إلى الداخل، يعني نحن سعداء جدا في اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وفي تحالف أسطول الحرية لوصول هذا الأمل، يعني اللي سمينا أمل 2، حتى يبقى الأمل قائما إن شاء الله. هذا القارب الجميل والجيد يبدو أصغر يعني من زيتونة، ولكن هذا القارب سيذهب مع شقيقته زيتونة إلى الهدف غزة، فنحن سعداء بذلك، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا القارب فيه الأمن والأمان لكل المشاركات. إذن تقريبا كم عدد المشاركات الذاهبات إلى غزة إن شاء الله؟ والله من حيث المبدأ يعني، وإن كان أرقام ما يفترض أن أصرح بها، ولكن في المجموع تقريبا 21 أو 22 فرد إن شاء الله. نعم، إذن متى يتوقع أن تتحرك هذه القوارب أو هذه القافلة باتجاه غزة؟ يتوقع أن ينطلق الأسطول في حدود 27 من هذا الشهر، وعلى أساس أنه إن شاء الله سيصل غزة آمنا ومعافى إن شاء الله في بداية شهر أكتوبر، يعني ممكن 3 أو 4 أكتوبر إن شاء الله. ما هي الرسالة الأساسية التي تحملها قافلة النساء يبحرنا إلى غزة إلى أهلنا في غزة المحاصرين منذ العام 2006 وحتى الآن، أي حوالي منذ 10 سنوات؟ الحقيقة كما يعلم الجميع، يعني أصبحت الآن معلومة لدى يعني كل الناس أن نوعية المشاركات هن نساء يعني معروفات، ونساء يعني ذات شأن في بلدانهن، فيهن يعني الحاصلة على جائزة نوبل، وفيهم الرياضيات المشهورات، وفيهم الإعلاميات المشهورات، منهم يعني الإعلامية الجزائرية المعروفة خديجة بن قنا التي أعطت زخم إعلامي خلال الجزيرة، وقد حتى شاركت التي تقف الآن وراء الكاميرا الحياة في جزء من الأجزاء، ونرجو إن شاء الله أن يكرمها الله عز وجل وتشارك في الجزء الأخير. يعني أن نوعية المشاركات تفرض أن يكون هذا الأسطول هو أسطول سلمي. هؤلاء النسوة كما تشاهدون يعني في هذا القارب الصغير جدا لا يحملنا إلا كاميرات للتصوير، ويحملنا قبل ذلك قلوب صافية، ويحملنا أيادي بيضاء من أجل رفع الحصار عن غزة الذي طال أمده. لأن هؤلاء النسوة يقولون لا نستطيع أن نبقى صامتات والمرأة الغزية تعاني ما تعاني، المرأة الفلسطينية في عمومها، والولد الصغير في فلسطين الذي ليس له الحق كباقي أطفال العالم. فهؤلاء النسوة يقولن كفى حصارا، نريد أن يتغير الحال إلى أحسن حال، نريد المرأة الفلسطينية أن تكون كغيرها من نساء العالم، نريد للطفل الفلسطيني يكون كغيره من أطفال العالم. ونحن كلجنة دولية لكسر الحصار عن غزة يعني سعادة جدا أننا نوفر الجو لهؤلاء النسوة من أحرار العالم، من كل أقطار العالم، من القارات الثلاث،
من كل القارات من أن يعني يبلغنا الهدف المنشود إن شاء الله. سيد بوزيد، هل يمكنك مساعدتنا في الدخول إلى هذا القار أمل 2؟ دعونا نقوم بهذه المحاولة، محاولة الوصول إلى هناك والدخول واستكشاف كيف يبدو هذا القارب من الداخل، لكي نكون أول من يصلوا إلى هذا القارب من الذين فقط الهاتف. وسأذهب. شجاعة كبيرة حياة. لا تقلق. Hello, how are you doing? Fine. الجزيرة. Can we do this a bit later? It's just about 5 minutes. We just need to. From here upstairs, can I? Okay. إذن الآن لا يمكننا عمل. الآن لا يمكننا عمل ذلك، ولكن هذا كما ترون هو القارب أمل الذي سيبحر إلى غزة. طيب تقدر تلف الكاميرا؟ هكذا. نعم، نحن هنا على أمل 2 وهي ستبحر مع زيتونة إلى غزة. هذا القارب وصل منذ قليل وبمرحلة للإعداد والاستعداد للذهاب إلى غزة. تحياتي لكم وألتقيكم بعد قليل من داخل هذا القارب للتعرف على ما الذي يوجد فيه. لكم تحياتي، أنا حياة اليماني من ميناء مسينة، قافلة تكسر الحصار إلى غزة، أسطول الحرية رقم 4، النساء يبحرن إلى غزة. شكرا لكم وإلى اللقاء.